بالطبع يمكننا رؤية ديناصور التيركس المخيف في المتحف أو على شاشات التلفاز، ولكن من حسن حظنا أننا لا نراهم في الحقيقة. أما أجدادنا الأوائل الذين عاشوا منذ أكثر من 67 مليون سنة، فهناك بعض الدلائل التي تشير بأنهم قد عاشوا بجانب الديناصورات على أرض الواقع وتعايشوا معهم، وهو ما سنستعرضه سوياً في هذا الفيديو. لنبدأ من حديقة أركس الأقواس الوطنية بولاية يوتاه الأمريكية والقريبة من نهر كولورادو، وتحديداً لجسر كاتشينا الصخري الطبيعي البالغ ارتفاعه 200 قدم، والذي كان مجرد جدار حجري قبل أن تقوم المياه بتجريد الجزء السفلي منه ويتحول إلى جسر، حيث تم اكتشاف صورة ديناصور محفورة بإحدى حوافه من الداخل. وفي عام 1991 قامت متخصصة الفن الصخري بوليش فوسوان بإثبات أن الصورة بالفعل لديناصور أباتاسوروس، إلى أن أكدت السيدة الكندية جان كاميرون نفس الكلام بعد قيامها بالعديد من الفحوصات العلمية للصورة. لذا برأيك من قام بنحت تلك الصورة غير أجدادنا القدامى الذين سكنوا الكهوف في العصور الوسطى؟ وعندما ننتقل إلى حديقة ولاية يوتا ريد فليت ستيت بارك القريبة من نهر كولورادو، سنجد إثباتاً للدليل السابق، حيث تم اكتشاف آثار لأقدام ديناصور ديلافوسوروس الذي عاش قبل ملايين السنين محفورة في الصخر، مما يعني وجود الديناصورات بالفعل في تلك المنطقة وأنها اعتادت التجول بالقرب من النهر. ولكن للأسف في بداية 2018 قام بعض السكان المحليين بإلقاء بعض من تلك الصخور في البحيرة دون سبب مفهوم. هل تحتاج المزيد من الأدلة؟ حسناً، لنذهب إلى معابد أنكور وات في كمبوديا التي تعتبر أكبر نصب ديني في العالم وواحدة من أهم المواقع الأثرية في جنوب آسيا، حيث تحتوي على أكثر من 100 معبد قديم. هناك ستجد على جدران أحد تلك المعابد تحديداً معبد تابروهم العديد من المنحوتات والتماثيل للكثير من الحيوانات، ومن أهم تلك المنحوتات نحتاً تفصيلياً لديناصور مطابق في شكله تماماً لديناصور ستيغوسوروس. لذا لا شك من أن بشراً هو من قام بذلك النحت، وضروري أن يكون قد رآه ليتمكن من نحت صورة له. الآن سننتقل للتماسيح، ولكن ما علاقتها بالأمر؟ حسناً، التماسيح تعد دليلاً قاطعاً على أن البشر والديناصورات عاشوا سوياً، ولكن كيف؟ إن نظرت في الصور القديمة ستجد دائماً الديناصورات تقف بجانب التماسيح في ود، مما يؤكد أنهما عاشا سوياً، وفي يومنا هذا ترى التماسيح تتشارك العيش معنا. لذا إن كانوا عاشوا مع الديناصورات ونحن نعيش معهم، لذا يبدو أمراً منطقياً أن نكون قد تمكننا من العيش مع الديناصورات. نفس الأمر ينطبق على ذلك النوع من سمك القرش الذي جاب العالم كله في العصر الطباشيري، وكذلك تلك النحلة التي تدعى لامبرييس والتي كانت قادرة على مص وجهك بلدغة واحدة، مما جعلها تمثل أحد أسوأ كوابيس أجدادنا القدامى. وآخر دليل هو إناء دورشستر الغامض الذي لا زال لغزاً حتى اليوم. في عام 1852 وأثناء أعمال بناء في دورشستر بماساتشوستس عثر على إناء مصنوع من سبيكة من الزنك والفضة، ولكنها كانت مكسورة لنصفين، وبتحليلها تبين أن عمرها يتراوح ما بين 570 إلى 593 مليون سنة، أي من عمر الديناصورات. والسؤال هنا لمتبني نظرية التطور، كيف لذلك الإناء أن يكون تشكل إن لم يكن هناك بشر آنذاك؟ أم أنه تشكل من تلقاء نفسه؟